فترة في ركبتي جون بتاع أوغندا. طب خلينا بس عشان الاصابه دي شيء مهم جدا، ولكن خلينا نروح لواحد من اساطير. انا من وجهه نظري دايما سيظل واحد من اساطير كره القدم المصريه، و النادي الاهلي طبعا، النجم. قول انت، الو، قول لنا مين. الو، ايوه، الو، ايوه، اتفضل. ازيك يا سعد؟ ازيك يا كابتن مصر؟ ازيك يا سعد؟ عامل ايه يا سعد؟ الحمد لله. كابتن بركات، كابتن بركات، نسيت صوت يا سعد. يا نهار ابيض، يا صخره، عايز الكرفات يا سعد بتاع زمان، انت عايز الكرفات بتاع زمان يا سعد. يا نهار ابيض يا صخره، كابتن وائل جمعه، صخره مصر. عايز الكرفات بتاع زمان يا سعد. صوتك يا كابتن وائل بقى رقيق شويه بس. بحاول ابعد صوتي يا سعد عشان ما تعرفش انا مين. اشوف معزتي عندك زي ما هي ولا غيرتها يا كابتن وائل؟ ده زادت يا كابتن وائل، بس انت صوتك بقى يا كابتن وائل رقيق شويه. رقيق شويه. ازيك يا سعد؟ ازي حضرتك يا كابتن وائل؟ ازيك يا سعد، عامل ايه؟ الحمد لله كابتن وائل، والله كله تمام. كويس؟ لسه بحكي للكابتن اسلام على عمال يقول لي جاب لك هديه، قلت له ده غرقنا هدايا يا كابتن وائل. لسه كان بيقطع فيك حالا دلوقتي يا عمرك بتشيل الواد ده سعد. لا يا كابتن وائل، ده انت يعني الواحد لو قعد يتكلم عن حضرتك كابتن وائل من هنا لطول العمر مش هيدي حضرتك حقك. انت اسطوره من اساطير الكره المصريه في النادي الاهلي ومنتخب مصر، وانا كنت بقول دايما الكابتن وائل جمعه كابتن اسلام من الناس اللي احنا كنا بنتسند عليهم في الملعب. وجود كابتن وائل جمعه في الملعب من الناس اللي انا بقعد اقول بتحس ان في ظهر، في كتف ليك في الملعب بتتسند عليه. انا لعبت مع الكابتن وائل، كنت يعني الحمد لله ليا الشرف ان انا زميلته في الملعب، وكنت محظوظ سواء كابتن وائل او الجيل اللي كان موجود. بس الكابتن وائل من الناس، وانت بتلعب اي فرد انت مش حامل هم وانت جنبه. دايما هيشيل عنك حمل، هيوجهك، هيكلمك، هيسندك، والحمد لله يعني استفدت منه كتير وتعلمت منه كتير. بتمنى ان احنا، انا بقول دايما مفيش وائل جمعه تاني، يعني هو وائل جمعه واحد بس في مصر، بس بنحاول نقرب من الانجازات، بنحاول نقرب من التاريخ، بنحاول نمشي على نفس الخط. فكابتن وائل جمعه يعني احنا اتشرفنا ان احنا اتربينا على ايده، وبنتمنى ان احنا نكون عند حسن ظنه، وهو وحشنا كتير. كان معايا من كام اسبوع كده هنا في البرنامج في السهره في يوم عيد ميلاد قناه النادي الاهلي، الحقيقه كانت حاجه جامده جدا، وسهره عملت شغل كويس جدا. قعد يقطع فيك، قال لي ما بيعرفش يلعب ومش كويس و لا ما كابتن ما بيقطعش، بيقطع بينا وبين بعض. سعد ماشي كويس يا اسلام، ويعني ما بوظش الدنيا. اتوقع ان يبقى في خطر على مكانك في الاعلام يا عم. انا موافق، بس ربنا يديله العمر والصحه ويفضل يلعب 10 سنين كمان. بعد 10 سنين يا عالم هنكون فين؟ لا انا بس سامع عنه على كلام سعد. اتفضل يا وائل. سعد لسه عنده مستقبل، وسعد عنده الامكانيات كلها، يبقى ان شاء الله حدث كده في تاريخ الكوره. لسه يعني العمر قدامه ان شاء الله كتير، وما شاء الله ربنا يديله الصحه والعافيه، يقدر يكمل مش اقل من 10 سنين كمان في الكوره. محتاج يعرف ايه المطلوب منه بشكل جدي، وثقه الناس موجوده في سعد، بس سعد محتاج يحافظ على نفسه اكثر من كده، ويبقى موجود دايما في الملعب. الناس دايما عايزه اللاعب اللي موجود في الملعب دايما كل مباراه حاضر، عشان الثقه تزيد فيه. فهي دي النقاط المهمه بس لسعد الفتره اللي جايه، ومع استمراريته في الملعب وتحمله المسؤوليه اكثر واكثر، هيبقى يعني اسطوره ان شاء الله من اساطير الكره المصريه في الناحيه التعليميه. وائل كان لسه بيقول ان هو انت بتجيب له هدايا، هدايا ايه اللي انت جبتها له قبل كده؟ والله قول يا نجم، مش عايزين. لا هو كان هيقول بس انت اتكلمت. هو مش عايز يتكلم على الجانب الانساني اللي بيعمله لوجه الله يعني. ما بحبش اتكلم على الخير اللي بنعمله يا كابتن وائل. يعني هو سعد بيدبسني في الكلام، عارف اللي هو بيحكني بالادب. فهو سعد بيعمل كده. لا يا كابتن وائل، ما هو كان في تليفون بيفكرني بالهديه، اللي انا ما جبتهالوش يعني. لا جت يا كابتن وائل، والله ده في هديه جت لما جه تليفون محترم واحمد فتحي قعد يتريق. لا في تليفون جه يا كابتن وائل. يا نجم الحاجات دي كان من كتر الحاجات اللي انا جبتها لك بقى، فانا بنسيت بس. مش للدرجه دي يا كابتن وائل. يا نجم، طب ما كناش بنشوف الحاجات دي ايام ما كنت بتلعب معانا، ليه يا نجم؟ هو لسه مديني هديه بالمناسبه. انت تؤمر يا كابتن اسلام. هو لسه مديني هديه من اسبوعين كده. لا لا بس لا. مش هقدر اقول ايه.
دي هتلاقي حاجه كبيره بقى. لا مش كبيره ولا حاجه والله. طب اي حاجه من وائل بالنسبه لي كبيره، لان انا يعني اي حد من الجيل ده كله الحقيقه دايما الواحد بيستمتع بيهم ودايما بيبقى مبسوط بيهم. وائل لو عايز توجه نصيحه لسعد سمير خلال الفتره اللي جايه، لانه مقبل على فتره فيها تنافس شديد في الملعب وخارج الملعب ايضا. يعني والله زي ما قلت لك النصيحه لسعد ان يحافظ على نفسه كويس جدا قدام، ويستفيد من كل موقف وكل مباراه بيلعبها وكل تمرين. حتى انت عشت معانا فتره طويله قدام، وسعد عاش معانا احنا المجموعه بتاعتنا فتره طويله. كان التمرين بالنسبه لنا عباره عن معركه على اللي يضمن مكان في الملعب. ده بيزود مستوى اللاعب ويرفع مستواه ويخليه يتعلم دايما، انما ان الواحد يضمن مكان اللي يبقى موجود في التشكيل الاساسي ده الضمان ده يعني ما عمره ما يساعد اللاعب على يحتفظ بمستواه او يعلي يتطور مستواه. دايما انت حارب على مكانك في النادي وفي المنتخب، وتزود دايما طموحك ان انت تبقى رقم واحد في النادي الاهلي، ثم رقم واحد في المنتخب، ويبقى مكانك تحافظ على مكانك بكل الطرق من خلال التمرين ومن خلال المباريات من خلال تصرفاتك وسلوكياتك. الامور دلوقتي بقت اصعب من الفتره بتاعتنا شويه، ان اللاعبين دلوقتي السوشيال ميديا بقت فيها تاثير شويه بتاخد من تركيز اللعيبه شويه. مظبوط صح يا كابتن وائل. احنا يعني كنا عايشين كلعيبه كوره بس، وده اللي انا اتمناه ان اشوف الجيل ده يبقى عارف مصلحته كويس قوي، مش يلعب ماتشين ثلاثة أربعة يحس إن الدنيا كويسة معاه فيبدأ يتكاسل، يبدأ يتغير من سلوكياته. فده أنا عندي ثقة كبيرة في سعد وشخصية سعد، خصوصا إن هو أصبح من المسؤولين عن الفرقة. وائل برضه خلي بالك، نعم أصبح من المسؤولين عن الفرقة، أحد كباتن الفرقة يعني. أيوه ما أنا بقول لك سعد لعب فترة طويلة معانا يا إسلام، وكان فترة طويلة معانا وعارف، وكان بيشوف احنا بنعيش ازاي في اوضه اللبس، بنعيش ازاي في التركيز في المعسكرات، بنعيش ازاي في المباريات. دايما طموحاتنا كانت متجدده ازاي. فان شاء الله يعني ربنا يكرمه ويديله الصحه دايما ويبقى موجود ويشيل دفاع النادي الاهلي ويشيل المنتخب ويبقى قد ثقه الناس. بقول لك سعد عنده الاساس هو حب الناس ليه، الناس تحب سعد لان سعد طلع معانا ولعب وشال مسؤوليه معانا. فده موجود عند سعد، فاتمنى له التوفيق هو ان شاء الله. كابتن وائل تمام. كابتن وائل النادي الاهلي اخيرا عايز